بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بميلاد سيدنا وحبيبنا الإمام محمد بن علي الباقر، باقر علوم الأولين والآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يتبع هداه ويقتفي أثره ويسير على نهجه ونهج أجداده وأولاده. أيها الأحبة، اليوم هو اليوم الأول من شهر رجب المرجب، ويعرف الإخوة جميعاً ما لهذا الشهر من الفضل الكبير عند الله، وهذا الشهر الذي نصبه الله شهرا ليصب فيه الرحمة صبا على عباده، وكما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا. هذه رواية عن النبي الأعظم في مثل هذا الشهر الفضيل. أن نستمع إلى هذا الحديث في واقع الحال يعطينا دفعا وشحنة واندفاعا إلى ما ينبغي أن نفعله وما ينبغي أن نتأسى به ونرتبط به بالله سبحانه وتعالى. قال: إن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي. هذا الملك يسمى بالداعي. فإذا دخل شهر رجب نادى ذلك الملك كل ليلة، في كل ليلة هذا الملك يصيح وينادي إلى الصباح، من الليل إلى الصباح، يقول: طوبى للذاكرين. طوبى يعني هنيئا، هنيئا للذاكرين، طوبى للطائعين، هنيئا للي يطيعون رب العالمين. ويقول الله تعالى: أنا جليس من جالسني. تدرون الإنسان لما يجلس مع أحد فذاك يصير جليسا، فالذي يجالس الله، يجالس الله، واحد يقول: كيف أنا أجالس الله؟ الله شلون واحد يقدر يجالسه؟ مجالسة الله بمعنى أنك تجلس مجلسا فيه طاعة الله، هذه يسموه مجالسة الله، مجلس فيه ذكر الله، مجلس فيه إحياء أمر الله، هذا يسمى مجلس من مجالس الله. واللي يجلس في هكذا مجلس فقد جالس الله. يقول: أنا جليس من جالسني ومطيع من أطاعني. رب العالمين يقول: يطيعني أنا أطيعه. شايفين شلون واحد، شلون الله، وشلون خالق، وشلون بارئ عندنا. الله اللي هو غني عن كل شيء، الله لا يحتاج إلى أحد أبدا، الله هو الغني المتعالي القادر العلي الرفيع، الله ما يحتاج إلى أي أحد، أي أحد لا يحتاجه. ولكن رب العالمين رحمته وكرمه وعلي حال لطفة بعبادة يقول: اللي يطيعني أنا أطيعه. شلون يعني اللي يطيعني أنا أطيعه؟ اللي يمشي في طريقي اللي يريده أنا أسوي، اللي يريده أنا أسوي. واحد يقول: ها سيدنا، أنا طعت الله واية وأنا كذا، بس ما كل ما سألت ما أنطاني، كل ما دعوت ما أنطاني. واية يقولوا لي شباب، وسيدنا الآن سنين إحنا انطيع رب العالمين، فد ولد الريد ما انطانا. هذا جيد، هذا على حال فد اشكال لابد ان يطرح. قلت له: انت تدري ان هذا الولد اللي تريده بمصلحتك؟ قال: انا اريد ولد، اريد ذرية. قلت له: اعرف هذا كله صحيح، انت تدري يعني عندك علم بانه اذا صار عندك ولد هذا بمصلحتك؟ منو قال ان وجود الولد بمصلحتك؟ قد يكون مضرتك، قد يكون يسبب لك مشاكل. رب العالمين يدري هالقضية هذه، فما يرزقك حبا وكرامة بك.
فبعض الناس هالشكل يتصور أن اللي يريده واللي يسأله لازم الله يعطيه. لا، الله يعطي للإنسان بحسب مصلحته، بحسب مصلحته. أنت مصلحتك شنو؟ أخواني، الله شاهد بهالحياة اللي عشناها، السنين اللي عشناها، شفنا أشياء عجيبة وغريبة. شنو اللي شفته مثلا؟ أنا خل أبين لكم في قضية شنو اللي شفتها وعجيبة وغريبة. أن بعض الناس الفقر بالنسبة لهم خير. واحد يقول شلون سيدنا الفقر خير؟ أقول شفته بعيني، أنا بعيني شفته. يوم اللي كان فقير، يوم اللي كان ما عنده، كان مرتب أخلاقه ودينه وأهله وحجابهم والتزامهم واستقامتهم عالي العال، عالي العال. بس لما صار عنده كم فلس، من صار عنده كم فلس، الآن لا دين، لا أخلاق، لا حجاب، لا التزام. فلما تقول لها بالنسبة لآخرتك، ما جاء أتكلم عن الدنيا، الدنيا أنت الآن مكيف بالسيارة والبيت والما أدري إيش والسفرات والروحات والجيات. بس لما أقول لك أنت والله، أنت ويوم القيامة، أي واحد كان أحسن؟ الله شاهد بعضهم اللي يصرح لي قال والله سيدنا الفقر كان أفضل لي، الفقر كان أفضل لي، وأنا شفته بحياتي. بعض الناس حسب تعبيرنا العزوبية يعني ما يتزوج أفضل من أن يتزوج. لما تزوج صار طاغية، صار ظالم لأهله، صار إنسان يبخس حقهم، ظالم لأولاده. لو كان باقي بدون زواج كان أحسن له. بعض الأحيان تشوف أنه قضايا قد نكرهها ظاهرا، ولكن هي خير واقعا. تقرون القرآن في سورة الحجرات: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إحنا مو مقياس يا شباب أنه اللي أريده من الله لازم يعطيني، لا، قل يا ربي أنت ورحمتك، أنت ولطفك، اللي خير إلي سوي، اللي خير إلي سوي. وإذا يا رب العالمين ما تريد تنطيني، إذا تقول أنا ما أعطيك، إذا ما تريد تنطيني ارزقني الرضا. هذا دائما اطلبه من الله، ارزقني الرضا. يعني شنو؟ أن يا ربي أكون راضي بما قسمت لي. أنت تعتبر أن الفقر بمصلحتي، لأن أنا إنسان على حال ما أتحمل الفلوس، إذا جت الفلوس أقوم حسب تعبيرنا أقوم أهوس، أطلع عن الطريق وأشذ عن الهداية. أنت تدري أنا وضعي هيجي، بس يا رب إذا ما تطيني وخليتني بالفقر، أرزقني الرضا بالفقر، خليني مرتاح، خليني أحس بالرضا، خليني أحس بالقناعة. لا تخليني أنا أعيش الفقر ودومي ذليل ودومي متهكم ودومي متذمر. لا تخليني متذمر، خليني راضي. وكم رأيت، الله شاهد يا أخوان، كم رأيت من الأشخاص في حياتهم هم في أقل مراتب، يعني أقل مراتب الرفاهية، أقل مراتب الوضع المادي، ولكن شوفوا يقول خير خير سيدنا الحمد لله. واقعا أنا شفته بعيني، وموجودين الآن حولكم، اتشي فقط التفتوا شوفوا ناس ما عندهم شيء بس يقول الحمد لله والشكر لله، نعمة، أنا عايش بنعمة. أي واحد من على حال من العلماء، لا هو عنده بيت، لا عنده وضع، لا عنده فلوس، لا. قلت له شلونكم مولانا؟ قال أنا يقول أنا في بحبوحة رحمة الله، بحبوحة رحمة الله، يعني أنا في جنة الله، جنة رحمة الله. قلت له شلون؟ قال سيدنا العافية اللي أنظم طينياها وين أحصلها؟ الاطمئنان القلبي اللي الله منطينياه وين أحصله؟ فشوفون بعض الناس في واقع الحال هذا الاطمئنان وهذه السكينة وهذا الرضا الذي يعيشه خير من المليارات اللي بعضهم عدهم والليل ما نايمة، عدهم مليارات وابنه على حال
مجزعة، زوجته هاتكته هتك. اي نعم نعم، اشخاص فلوس عندهم بس زوجته هاتكته بالفساد والانحراف، بناته يلعبن من هنا وهنا، شنو الفائدة ان يكون عندي فلوس بس عرضي مهتوك، كرامتي مهدورة، ماي وجهي، شنو الفائدة؟ هسه هذول اللي الان سرقوا وانفضحوا وطلعت عليهم ملفات، هذا الشيء يفيده؟ الا اللهم ما يكون عنده، على اي حال ما يكون عنده انسانيه، اللي ما عنده انسانيه هذا حيوان، احنا مو يمه. الان ذول اللي طاعت اسمائهم ودخلوهم السجن وما ادري ايش، طلعوهم كفاله وكل ما ادري شلون، في النهايه هذا شلون يقدر يشوف الناس؟ يشوف الناس بعزه؟ يشوف الناس برضا؟ يشوف الناس بكرامه؟ ابدا. الناس كل واحد من يشوفه يقول للثاني هذا الحرامي، هذا المختلس، هذا الكذا، ماذا تفيده؟ يشوفون أولادهم يقول هذا ابن الحرامي، هذا ابن المختلس. فأقول شوفوا إخواني، رب العالمين لما يقول إني هالشكل الرواية تقول ومطيع لمن أطاعني وغافر من استغفرني أو استغفرني، في شهر رجب الله سبحانه وتعالى يطلب الاستغفار، استغفروا لله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم من الأموال والبنين، وهكذا وهكذا يقول، والرحمة هكذا يقول، الشهر شهري والعبد عبدي، هذا شهر رجب، الشهر شهري والعبد عبدي والرحمة رحمتي، أنا أنطيه اللي أريده، فمن دعاني في هذا الشهر أجبته، أجبته، فمن دعاني في هذا الشهر أجبته، وجعلت ذا هذا الشهر حبلا، شهر رجب حبلا، وجعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين عبادي، فمن اعتصم بي وصل إلي. زين، أنا هنا في واقع الحال أريد أنبه إلى قضية يا إخوان، وهي قضية مهمة. سواحد يقول سيدنا اليوم أول رجب وإحنا رحنا الكربلة وزرنا ودعينا للمؤمنين الحمد لله وصمنا، بعض الشباب يقولون صمنا وقضى النهار ودعاء واستغفار وكذا، بس سيدنا إحنا وين؟ وين فعل الآخرين؟ شوف بعض الناس شو يسوون، شوف الناس شلون يبذلون، الناس شلون كذا. أقول له ما يخالف، ما يخالف، أكو قضية، أكو قضية لازم الإنسان لا يحقر أفعاله، لا يحقر أفعاله، فعل الخير، فعل الخير مهما كان هو خير. لو أمشي بالطريق أشوف لي بطل مكسور، زجاجة مكسورة، أشيلها أخليها على جنب، هذا فعل خير وإن كان قليلا وإن كان حقيرا، ولكن عند الله كبير. وهذا فعل الخير اللي أنا أسويه وجود أفضل من عدمه. ولا تقول سيدنا فلان سوى وفلان كذا، ما يخالف فلان سوى، بس أنت اللي قدرت عليه سويته هذا أفضل من أن تترك. وفعل الخير يا إخواني لا الإنسان يستهزئ به ولا الإنسان يحول على الغير، هاي التحويل غلط، مو التحويل المالي، التحويل الخير، لا تحولون الخير للآخرين. هذه فد قضية خلي أبينها في كم دقيقة، اسمعوا جيدا. إجاني واحد قال لي سيدنا أنا عندي فلان قضية وفلان مسألة، أريدك على حال تتصالح بين كذا وعلى حال تصلح بيناتنا. لا تقول له والله ها وأنا مشغول ورح شوف واحد غيري، أصلا خلي نكتب من الآن لا حوالة ولا تحويل لأفعال الخير، الخير اللي أقدر عليه أسوي مهما كان، اللي أقدر عليه أسوي، لا تحول الآخرين. الرواية عجيبة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول يا جماعة شوفوا الخير اللي يصير بالمجتمع إلى أهل، أهل الخير موجودين، فلتكن أنت من أهله، فلتكن أنت من أهله. إذا شفت بيت تعبان والسقف مالته يخر وتقول إيه إن شاء الله يجي واحد يرتبه، ليش واحد؟ ليش مو أنا؟ وعدي إمكانية في مقدار أجي أشتيله قطعة سندويشة ومدري إيش وحداد يرتب لهم إياه
ويقعدون تحت سقف ما يخر ماي، وأنا اللي مسوي، فإذا أنا أقدر أسوي ليش أحوله على الغير؟ ليش؟ وإذا شفت الطفل تعبان أو كذا يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى ملابس، ليش أقول إن شاء الله أهل الخير زايدين؟ ليش أنا ما أكون أهل الخير؟ ليش أنا ما أكون منهم يا حبيبي؟ من سوء حظ الإنسان أيها الأصدقاء، من سوء حظ الإنسان أنه يجعل الخير يصدر من غيره ولا يكون هو من أهله. هذا من سوء حظ الإنسان. شيء اللي أشوفه قادر عليه أن أسوي، جاي أتكلم عن قادر، مو أنه إنسان يفعل المستحيلات، ما يقدر، ما أقدر عليه، أنا أفعله. اسمعوا إلى هذه الرواية جميلة. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، هذا شهر رجب ترى شهر خيرات وشهر طاعة وشهر على حال كرامة، تعالوا خلينا نحمل هذا الشعار ونشتغل به. افعلوا الخير، هذا علي يتكلم معكم، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه، افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا. شيء الخير وفعل الخير لا تعتبره صغير، تقول أنا وين سيدنا، أنا منزلتي وأنا شخصيتي، أجي هالقضية البسيطة، أنا حسب تعبير البعض أنا للقضايا الكبيرة، أنا للقضايا الكذا. لا، أنت للقضايا الكبيرة ما يخالف، بس قضايا الحقيرة مسويها، تسوي الصغار الكبار إن شاء الله توصل لك. مو الإنسان دائما حسب تعبيرنا ينفخ نفسه ويغتار أنه أنا القضايا يسويها الصغار وهاي القضايا يسويها أولادنا. أنت كون، أنت ليش أولادك وأنت؟ افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيرة فإن صغيره كبير، فعل الخير، فإن صغيره كبير وقليله كثير. هذا الفعل الصغير هو كبير عند الله، والقليل هو كثير عند الله. ولا يقولن أحدكم أن أحدا أولى بفعل الخير مني، لا تقول الآخرين يسووا، والله روح الحج فلان، روح السيد فلان هو ينطيك. ليش؟ تقدر خلي إيدك بجيبك وانطي، تقدر روح اسعى، روح اتصل، ما أدري توسط، سوي اللي تقدر عليه. ولا يقولن أحدكم أن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك. يقول رب العالمين، أمير المؤمنين يقول الإنسان إذا يحول فعل الخير الغيرة، ترى صدق راح يصير الخير الغيرة، وهو راح يبتعد عن شنو؟ من أهل الخير. يقول إن للخير وللشر أهلا، يقول أهل الخير موجودين وأهل الشر هم موجودين، وأن بلي إن للخير وللشر أهلا فمهما تركتموه كفاكموه أهله. إذا تركت الخير فأهل الخير راحوا يكفوه وراحوا يقومون به، والشر إلى أهل، فتبتعد عن الشر، أهل الشر هم اللي يقومون بالشر، بس أنت صير أهل خير. شهر رجب هذا يا أخواني، إذا تقدر ساعد لك واحد، إذا تقدر تقوم قضية، هسه مثلا أكو أفعال مثل الصوم أو الاعتكاف، الاعتكاف في شهر رجب من المستحبات، ثلاث أيام في يوم الثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر، ثلاث أيام تعتكف لله، تخلو بينك وبينك وبين الله، تبتعد عن الأصدقاء والفيسبوك والقضايا، لله سبحانه وتعالى في مسجد من مساجد الله. هذه فرصة، وسيدنا ثلاث أيام ما يخالف، ثلاث أيام أفضل من لا شيء، وثلاث ساعات هم أفضل من لا شيء. فشهر عظيم، تعالوا أيها الأحبة حتى نغير شيئا من واقعنا. ترى الشيطان استولى على كثير من الناس، استولى على كثير من النفوس، ونجد الآن أهل الشيطان وجند الشيطان كيف يسودون في مجتمعنا للأسف الشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا في إصلاح أنفسنا وإصلاح أمرنا بمحمد وآله الطاهرين. نعم، عندي متصل، تفضلوا. سيدنا،
أنا اشتريت قطعة أرض تقريبا 3 ملايين دينار عراقي، وبعد ذلك ارتفع سعرها تقريبا بعد 2 أو 3 سنوات، مع العلم أنه أنا دفعت خمسها عندما حان رأس السنة الخمسية، والآن ارتفع سعرها إلى 10 ملايين، فبعتها بعد 3 سنوات تقريبا واستلمت 10 ملايين، فهل هذه ال10 ملايين عليها خمس، أم 7 ملايين عليها خمس، أم لا يجب عليها الخمس؟ رحم الله أباك سيدنا. أحسنتم، جزاك الله خير، سؤال جيد ومهم. يقول الأخ أنا اشتريت قطعة أرض 3 ملايين في سنة، يعني في وقت، الآن بعتها 10 ملايين وعلي فيها خمس وما فيها خمس. طبيعة الحال الفلوس اللي أنت مخمسها واشتريت الأرض اللي هي 3 ملايين هذه ما عليها خمس، لأن المخمس لا يخمس، ال3 ملايين ما تتخمس، فوق ال3 ملايين 7 ملايين، هاي 7 ملايين ربح، هاي 7 ملايين ربح، ربحت على الأرض. هذا الربح أيضا هنيئا مريئا، تقدر تروح تشتري بيه سيارة، ما أدري وش تسوي بيه، ما عليه خمس. إلى متى؟ ما لم تأتي رأس السنة الخمسية. يعني أنا اشتريت بعت الأرض صار عندي 10 ملايين، 3 ملايين خليتها لأنها مخمسة، السبعة هذه الآن شهر رجب، وأنا رأس سنة الخمسية أول رمضان بعد شهرين مثلا، هذه أقدر الآن أشتري بيها أستفيد منها ما عليها خمس. ليش؟ لأن هذا ربح جديد لهذا السنة، رأس السنة ما جاي بعده، فإلى قبل أن تأتي رأس السنة إذا صرفته فما عليه خمس، إذا أبقيت هذه الفلوس وما استفدتها في حاجاتك الفعلية فلازم تتخمس ال7 ملايين، يعني ما زاد عن المبلغ اللي أنت مخمسه سابقا. صار واضح حبيبي؟ أشكرك. نعم ضرغام تفضل يا أخي. السلام عليكم سيدنا، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك يريدك طيب. طبعا أنا حبيت أسلم عليك فقط وأسمع صوتك. وعليكم السلام، حياك الله حبيبي. الله شاهد، ما عندي مشكلة يعني، الحمد لله وشكر، بس ردت اسمع صوتك والحمد لله وشكر. طبعا اكو تفاصيل بس ما كدا احكي، انا بكره اكو جماعه واكو حلقات، بس انا حبيت اشكرك. انا من الديوانيه سيد سعد المحامي، الله يحفظك. الله يبارك فيك، رب يديمك. اشكرك، انا شاكر لك اخ، يعني الان اغلق التليفون اتكلم معك في التلفزيون. انا اشكرك شكر جزيل اخ ضرغام، واشكر شعورك الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الراحة، راحة البال، راحة القلب، والاستقرار النفسي والاستقرار المعيشي، والله يرزقك إن شاء الله عائلة وذرية صالحة ترفع بها رأسك وتفخر بها بين أقرانك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الصالحين. الله يبارك فيك. نعم زهراء تفضلي بابا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيء أول شيء أطلب منك تدعي جارنا كل شهر. شنو؟ أطلب منك دعاء جيراننا سيد هما كان كلش مريض. جيران مريض. أي أيوة والله. أي. وعندي سؤال. بلي. أني عمتي كلش فقيرة محتاجة. بلي. وعدها أولاد يعني مرات لقمة ما عدهم، وما حصلت لا راتب رعاية لا كل شيء، ويعني شفنا بعض الناس ما محتاجين كل ما راتب رعاية. هسه قالوا لها يعني تعطينا فلوس 5 ملايين إلى أزيد أقوم ونشوف ليش تعيين يعني حرفية وشنو، فهذا تعيين هذا الراتب اللي تستلمه حرام حلال؟ مشكورة مشكورة يا زهراء بابا، مشكورة. أنا أشكر. نعم طالب تفضل يا طالب. مولانا الله يسعدك. عليك حياك الله حبيبي، الله يبارك فيك. مولانا عندي سؤال. تفضل. هل صحيح أنه حضرتك تقول الميت ما يتسوى له ثواب هل أم لا؟ شو؟ هل صحيح أنه حضرتك إيه؟
سيد رشيد تقول انه الميت ما يسوى له ثواب ام لا؟ هذا الحكي مو لك مولانا، وشكرا. ان الميت ما يسوى له ثواب؟ يعني انا سمعت من واحد من شخص يقول سيد رشيد الحسيني يقول انه الميت ما يسوى له ثواب، عن لسانك حضرتك. إيه لا هذا على حال مشتبه، ان شاء الله ابين حبيبي. اشكرك اخ طارق، اشكرك حبيبي. اجاوب على زهراء. زهراء بنتي اتصلت الان تقول انه ادعي لجيراني مريض. ايش قد لطيف والله العظيم، يعني ايش قد انا ارتاحيت. بنيه تخابر وتفكر بجيرانها، سيده تعال ادعوا لجيراننا مريض. شوف ايش قد لطيف الانسان المؤمن ان يفكر في غيره، ان يفكر في جيرانه، ان يفكر في اخيه المؤمن. الله يعطيك العافية يا زهراء ويحفظك إن شاء الله تعالى، ونحن نرفع أيدينا لا بأس. ليلة من ليالي شهر رجب، إلهي بأحب الأسماء إليك محمد وآل محمد، شافي كل مريض، خصوصا جيران زهراء هذه الأخت العزيزة. وأيضا إخواني ادعوا لوالدتي، أيضا والدتي راقدة في غرفة الإنعاش، ادعوا لها بالسلامة وعلى حال الله يبعد عنها الآلام، متألمة، اللهم أزل عنها الأوجاع والآلام. قولوا آمين جزاكم الله خير. أحسنت. أما نعم نعم سعد، تفضل سعد. نعم مولاي، السلام عليكم. عليكم مولاي شلونك؟ نعم الله يعزك، الله يحفظك، الله ينصرك إن شاء الله. يعطيك العافية على دعائك، بارك الله فيك. الله يسعد عليك مولاي. نعم. أنا أشتغل سائق، أشتغل سائق مولاي. بني قراج النهضة. بني 98% برا يشتغلون، برا 98%، احنا 2% نطب جوا خارج الجراج. اي اي، واحنا سيد تابعين لكم، واحنا قاعد ندفع ضريبتكم، ضريبه آل محمد، نمشي على نهجكم مولاي. تأذينا أذية ما صايره، يعني العراق كله تحرر ومنطقه النهضه ما تحررت، يعني السراق وش اسمه هاي، ومن تطلع انا استحي اطلع برا، يعني احس بقوت حرام هذا، وانتم علمتونا على هذا الشيء. شنو يعني اطلع ويدور 98 اللي ابقى جوا، انا ما حد يوصل لجوا. ماكو عقوبه لهؤلاء اللي برا الجراج؟ ماكو سيد، ماكو والله ماكو، ماكو. يعني راح اسالك، الله يخلص منهم. سعد سعد راح اسالك سؤال كلش كلش مهم، كلش مهم، وهذا السؤال يمكن المولد. يمكن راح ينتشر وجماعة يعني ينشروه هذا السؤال. أسألك سؤال مهم، هذه القضية قضية أنه قانون كل واحد خارج الجراج ممنوع يشتغل، والشغل لابد داخل الجراج، واللي يشتغل خارج الجراج إحنا ما أدري نغرمه، ننامه بالسجن، نصادر سيارة، يعني القانون اللي معمول به الآن، هذا القانون من يعني عاملين به جماعة ضابطين؟ لو لا القانون موجود بس حبر على ورق. سيد سيد مولاي رحت لك فدوة. سؤالي واضح سعد؟ سعد علمتونا على القانون، تلفك لايت ما ضربه، تمشي عدل، تمشي مستقيم. احنا جوا هاي عصابات يخافون منها من برا، كلها يخافون نعدها 12 قراج داير ما داير، وقراجين للدولة اللي احنا نطب بقراج الواسطي وقراج النهضة ذاك يسمونه الشمال، وما حد يوصلنا جوا، والوضعية صايرة تعبانة كلش، واحنا قطعنا الجوع. يعني انا بالشهر اطلع لي دربين، ابو الفرقة الذهبية وياك، ابو الشرطة الاتحادية وياك، ابو المعلم وياك، وكلها تشتغل وياك، وكلها لازمة برا، كلها تصيح برا. يعني احنا وضعيتنا شلون سيد؟ يعني خلاصة سعد، خلاصة كلامك انه هذا القانون ما مشتغل، يعني قانون ما يعملون به، قانون مهمول. اي والله سيد، انا حتى صوتي ارد من خلالك ارد اوصله الرزاق محيبس وزير النقل يسوي لنا حل. مشكور سعد، مشكور سعد. انا ما يخصني لا بمحيبس ولا بغير محيبس، انا يخصني بالقضيه الفقهيه، راح اتكلم عن قضيه فقهيه وقضيه حساسه راح اتكلم عنها. ايه نعم، منو؟ محمد، تفضل محمد. محمد تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، حياكم الله. شلونك سيدنا؟ شلون احوالك؟ بارك الله بكم، حياكم الله. اللهم ربي يطيب عافيه لوالدتك، بحق امير المؤمنين. لا
جزاك الله خير، جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله. سيدنا عدي بالتختي. بلي. مغزت لها واحد، الواحد يبلع حبوب ويشتغل بالمخدرات، يبيع ويشتري. بنت أختك ارتبطت بهذا الولد ارتباط؟ بالتختي بالتختي، وأبوها لابها. يجوز لسيدنا أطلقها من عده؟ تزوجت يعني تزوجت؟ متزوجة وعدها طفل وارد أطلقها من عده. بشخص غير ملتزم. مو ملتزم سيدنا، يعني فرد دور مزدين كدش. أدري هي شو تقول؟ يبلع حبوب سيدنا، يشتغل بهاي السوالف المزينة. هي شو تقول لبنية؟ بنت أختك شو تقول؟ والله سيدنا هي هم هاويته هي. ما هاويته. لأن ظالم وياها كدش. مشكور يا محمد، إن شاء الله أبين المسألة الشرعية، أبين. نعم. أجاوب على الأخت زهراء، كان عندها سؤال ثاني غير قضية جيرانها، تقول عمتي فقيرة وأولادها فقرة وما عندها لا رعاية لا غير رعاية كذا. سبحان الله يا زهراء، أنا قبل البرنامج جاني خبر من صفحة من صفحات محافظة واسط أنه على حال هيئة الرعاية، شو يسموها هاي دائرة الرعاية الاجتماعية، مكتشفين بقوائمهم أن شخص يأخذ راتب الرعاية وهو عنده سيارة جكسارة، كاتبين سيارة جكسارة موديل 2022 ويأخذ راتب رعاية. تدرين يا زهراء، مثل هذا الشخص اللي عنده جكسارة ويأخذ راتب رعاية، عشرات الآلاف من الأشخاص اللي عندهم أموال، عندهم معارض، عندهم محلات، عندهم معامل، يأخذون راتب رعاية. تدرين لو لا؟ هذا الكلام مو من عندي، هم قالوا هاي قبل فترة، قالوا 93,000 شخص حذفوهم، يعني 93,000 إنسان طول هالمدة كانوا يأخذون راتب. تدرين ليش؟ لأنه يأخذون فلوس يسوون لهم راتب، يأخذون فلوس يسوون لهم على حال ملف، وأنت وعمتك وغيره والفقرة باقين هالشكل. قاتل الله الظلمة، قاتل الله الفاسدين، قاتل الله الغير المنصفين. دائما ادعو الله سبحانه وتعالى أن يفضحهم في الدنيا قبل الآخر إن شاء الله تعالى. طالب يقول هل صحيح أن جنابك قلت أنه الميت ما يثوبوا لما يسوي الثواب؟ لا بالعكس، في هالقناة هذه، في قناة الأيام، عندي حلقة شوفوها يعني ابحثوا عنها، عندي حلقة أنه ما هي وظيفتنا اتجاه الموتى، شنو وظيفتنا اتجاه الميت من عندنا وشنو اللي نسوي له؟ هل الموتى يتأثرون بأعمالنا؟ هل الموتى على حال يستفيدون من أفعالنا وخيراتنا؟ سمعوا تلك الحلقة وتكلمت عنها. فهذا الكلام اللي دي والله السيد يقول، هذا السيد يقول، هواي أكو السيد يقول والسيد يقول، فلا تسمعوا لأحد ينقل كلاما بدون دليل، بدون دليل. دائما حاولوا أن تقولوا أخوي هاي وين قايلها، إذا ماكو زحمة انطيني الرابط، انطيني الحلقة، انطيني الكلام، هذا هواي قال فلان. ترى هالأيام هواي صايرة، فالإنسان لابد أن على حال يتقي الله في نقل الكلام. سعد، سمعت قصة سعد، يقول أنا سائق، تدرون قراج النهضة، بس الشغل أكثر الناس يوقفون، يقول 98% من السيارات توقف خارج القراج، فتشيل بدون شنو، بدون سرة، بدون كذا، ويشتغلون وإحنا قاعدين بالقراج بالسبوع إذا أحصل لي درب زين. متأذي، يقول سيدنا أنا يجوز لي أطلع خارج القراج أشتغل، الناس على حال مو يعني الناس ويا الغلط، الناس خلاف القانون تشتغل، فأنت تقولون التزموا بالقانون، شلون إحنا؟ أنا إيش قلت له؟ قلت له راح أسألك سؤال، لأنه جوابي راح يصير جواب جدا مهم. شنو السؤال؟ قلت له العمل في داخل الجراج قانون موجود، بس هذا القانون معمول به لو هتشي، قانون موجود بس ما حد يعمل به. مثل شنو؟ خلي أجيب لكم مثال، مثل القانون اللي يقول أن الرصيف للمشات، الرصيف خاص بالمشات، الناس يمشون بالرصيف،
الآن اللي صاير شنو؟ أهل الدكاكين مطلعين بضاعتهم ماخذين الرصيف كله، والناس يمشون وين؟ بالشارع. أليس هذا خلاف النظام؟ بل خلاف النظام. حرام حرام، هذا شغل المحلات حرام. السيد شي جاوب؟ سمعوا هذا الجواب اللي قلت لكم جواب مهم. السيد شي يقول؟ يقول أي قانون، تسمعون لو لا أحسنتم، أي قانون يعمل به ويحاسب عليه الناس والدولة هذا القانون ضابطته وتعاقب عليه والتابعة، فهذا شيء قانون لا يجوز مخالفته. أما القانون اللي الدولة ما تتابعة ولا تحاسب عليه ولا تدير بال ولا تتابعة، هذا قانون شنو مولانا؟ لا يجب الانضباط به، لا يجب شنو؟ لا يجب الالتزام به. يعني شو اريد اقول سعاد؟ اذا اقول اذا كان الوقوف خارج الجراج ما حد يحاسبه ولا احد يدير له بال ولا احد مثلا يطبقه، فانت مطلق، انت مطلع اشتغل برا. قد واحد يقول عجيب السيد يقول تعالوا خالفوا القانون. نعم نعم، مخالفة القانون اللي ما يعملون به، وأي قانون ما يلتزمون به، وأي قانون اللي ما مفعل وماكو محاسب عليه، هذا قانون ما له احترام، لأنه حبر على ورق، حبر على ورق. ليش؟ ما معمول به. قانون اللي يعملون به ذاك محاسب عليه الإنسان. اللي مثلا أنا إذا أنا أزور جوازي ما يجوز. ليش؟ لأن قانون تزوير الجوازات قانون معمول به، واللي مسكوه يذبوا بالسجن. اللي مثلا مولانا اللي عليه حال يتجاوز على مناطق داخل الولاية ويسوي بيت بالشارع ما يجوز، لأنه قانون معمول به. أما إذا كان التجاوز اللي جاي يصير وساكت الدولة وما حد يدير بال، وشفتوا أنتوا شفتوا بعد السقوط أحياء كاملة راحوا وتجاوزوا وقعدوا، قلنا يا بحرام ما يجوز. بعدين الآن الدولة تقول يا باللي قعدوا إلهم. يعني شنو؟ يعني الدولة هي ما ضابطة، الدولة هي ما ضابطة. إذا الدولة ما ضابطة الشرع شي يقول؟ يقول الدولة يوم اللي هي ما تضبط قوانينها أنا أجي ألزم الناس بقوانين اللي هي ما ملتزمين بيها؟ هذا الجواب كلش مهم، وراح يفتح باب وراح يصير ضجة. أنا أدري راح يصير ضجة. السيد شلون قال هالشكل؟ نعم، أقول مرة أخرى، أي قانون ما مفعل وما يحاسب عليه وما عليه حال يتابع من قبل الجهات المسؤولة، هذا قانون يجوز مخالفته، تجوز مخالفته. ليش؟ لأنه هو قانون حبر على ورق. أما القوانين الملتزم بها والمفعلة والمتابع فيها والمحاسب عليها، نعم يا لا يجوز مخالفتها. أبو فلاح تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك مولانا؟ الحمد لله رب العالمين، بارك الله بكم. مولانا في السؤال. تفضل، اترك التلفزيون، اسمعني من التليفون، اسمعني من التليفون. نصي نصي. اي نصي. مولانا اكو قد ولد يشتغل وياي سايق. بلي. والسايق اللهم عاف يعني يشرب شوية، يشرب خمر. بلي. فانتقل الى رحمة الله، هل يجوز اسوي له ثواب لو حرام؟ هل يجوز عمل بني الثواب له؟ واضح. حياك الله أخ أبو فلاح، أشكرك على اتصالك، أشكرك. الله يحفظك مولانا. الأخ محمد يقول بيت أختي تزوجت من شخص فاسد، يفعل المنكرات ويشرب المخدرات وإنسان غير ملتزم يعني، وبنت أختي متأذية، هل يجوز أن أطلقها؟ الأخ محمد يقول هل يجوز أن أطلق بنت أختي من زوجها؟ الجواب، الطلاق بيد الرجل، الطلاق بيد الرجل. إذا هو يطلقها أهلا وسهلا، أما أنت تطلقها ما يصح. تقول مو بنت أختي ما تريده، بنت أختي ما مرتاحة وياه، جيد خل ترفع عمرها للحاكم الشرعي، تروح لها تقول يا جماعة هذا زوجي أنا ما أريده، أكره أن أعيش وياه. هذا يسموه بالطلاق الخلعي. طلاق الخلعي
يعني أن تطالب الزوجة الطلاق، ولازم الزوجة أيضا يطلقها. يعني إذا قالت لي طلقني، هو قال لي ما أطلقك، بعد ما ماكو فائدة، لازم هو يطلقها. يقول يا ابن الحلال، يا ابن الحلال الله يهديك، ما أريد أعيش وياك، مهري هم ما أريده، كل شيء ما أريد منك، بس طلقني. إذا قبل بذلك فهذا الطلاق خلعي يصح. ولكن في النهاية يا أخ محمد، في النهاية الطلاق بيد الزوج، لا أحد يطلق زوجة الرجل إلا الرجل نفسه. فأنتوا على حل بطريقة أو بأخرى قنعوا أن يطلق، جيد لا بأس، واضح. أما أنت تطلق ما يصير، أنت ما لك دخل، الأمر بيد الزوج. أبو فلاح يقول عندي صاحبي سائق وياي، بس إنسان يشرب المنكرات، يشرب الخمر، والآن مات، أسوي له ثوابات كذا. شوف يا أخ أبو فلاح، عدنا فتشي بالتعاليم الدينية أن الفاسق لا يكرم، الفاسق لا يكرم. يعني شو لا يكرم؟ يعني الإنسان اللي يتجاهر بالفسق ويعمل الفسق، يشرب خمر، يلعب قمار، تارك الصلاة، يفعل المنكرات، يزني وما إلى ذلك، هذا لا بد أن لا يكرم، لأنه هو لا كرامة له، لا كرامة له. والله سيدنا خطية لا بد، هو كان يفكر بنفسه أن يكون على حال ملتزم ويستخطي نفسه أن لا يقع فيها شكل مهالك. تدرون منزلة شارب الخمر شنو يوم القيامة؟ الله أكبر، الله أكبر. لو ذكرت لكم، إذا الله وفقني ما أدري، في رمضان قبل رمضان أتناول هاي قضية شارب الخمر، إيش قد عجيب الروايات اللي وردت في شارب الخمر. ولكن بالمجتمع مالتنا ومجتمعنا شارب الخمر كأنما يشرب المي، للأسف. المنكر لما يفقد هيبته، منكريته وقباحته، لما يفقدها يصير عادي عند الناس. ولكن المنكر، منكرية الخمر شيء غريب جدا، انصافا غريب جدا. ما اريد الان اذكر بعض الروايات، روايات توقف العقل والله. سالوا احد الائمه، اسمعوا جيدا، سالوا احد الائمه انه لو الانسان خيروه، اسمعوا جيدا شباب، ان الانسان خيروه بين ذنبين، لو يزني لو يشرب الخمر. قال واحد لازم يسوي، واحد من عنده يسوي، واحد من عنده لازم، لو تشرب الخمر لو تزني وإلا قتلناك. الإمام يقول فليزني. فليزني؟ يقول إيه فليزني. ليش؟ يقول لأنه مجبر، لأنه إذا شرب الخمر قد ماذا؟ قد يزني. يعني يشرب الخمر قد هو شنو؟ هم يرتكب شرب الخمر هم يزني، فليكتفي بأحدهم. فشوفوا شرب الخمر قد يوقع الإنسان وين؟ في ذنبين وثلاثة وأربع ذنوب، لأنه يفقد العقل. وهذا الكلام على أي حال طويل في هذا المجال. نعم نعم أبو محمد تفضل. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام، صوتك شوي عليه وابتعد عن التلفزيون. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام، حياك الله، بارك الله فيك. اللهم ربي شاف ويعافي الوالدة. إلهي آمين، جزاك الله خير، إلهي آمين، أحسنت مولاي. بلي، عندي واحدة من عيون التلفانة والثانية تسوي لها عملية عدسية. ما جاء أسمع أبو محمد، ما جاء أسمع صوتك. عيونك فيها مشكلة؟ واحدة تلفانة نهائيا، إي، والثانية تسوي لها عملية. بني، مخليها عدسه صار تقريبا شهرين او ثلاثه، هل يجوز لي الصيام او لا؟ عملت فيها عمليه ثانيه، سويت العمليه خليت العدسه، فسؤالك شنو؟ سؤالي يصير اصوم او ما اقدر اصوم؟ هل اصوم في رمضان او لا؟ اي والله ممنون، اللهم شافي. يعطيك العافيه ابو محمد، يعطيك العافيه، ان شاء الله تعالى جميع المرضى. الاخ عينه وحده تعبانه، يعني يقول تلفانه ما اشوف بيهم، والأخرى سويت عملية وخلوا لي عدسة، وأنا على حال ماشي الحال بعين وحدة،
فهل يجب علي الصوم في رمضان؟ طبيعة الحال إذا كان الإنسان مريض والصوم قد يؤذي، الصوم المستحب يترك، لأنه إذا كان يؤذي ليس، فليحافظ على صحته حتى يصوم الواجب وهو رمضان. أنت الآن انتظر إن شاء الله إذا جاء رمضان صوم رمضان، وإن شاء الله تعالى إذا ما ضر الصوم عينك فتستمر بالصيام. فلا بد الإنسان أن يجرب نفسه، إذا كان الصوم يضر برؤيته أو يضر بنظره وببصره، فهذاك الوقت يقرر على أنه لا يصوم. أما إذا شاف لا نفسه ماشية وعيونه الحمد لله ما تغوش وما متأذي، فلا بد أن يبقى صايم. نعم زهراء تفضلي. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. مولاي أنا عندي أختي، نعم، صلني هي وصغيرة، بس خلال هذه الصلاة يعني يسوي الأقامة والأذان، بس تكبيرة الأحرام ما تكبرها. هاي صلاتها صحيحة لو تعيدها. شلون تبدأ صلاتها بدون تكبيرة الإحرام؟ شلون يعني توقف على السجادة رأسا تقرأ الحمد؟ لا تقرأ التكبيرة والأذان وما تقول الله أكبر لا إله إلا الله قبل يعني تقرأ سورة الفاتحة. أي يعني تقولي لها يا شلون دخلتي الصلاة؟ شو تقول لك؟ نعم إذا سألتيها شلون دخلتي للصلاة، كيف دخلتي للصلاة، شنو جوابها؟ تقول انه انا قلت الله اكبر بالاذان. نعم هي من تخلص الاذان وتقول الله اكبر مرتين لا اله الا الله تدخل في سوره الفاتحه، يعني تكبيره الاحرام ما تلفظها ما تقولها. فكانما تكبيرات الاذان تعتبرها هي تكبيره الاحرام هيك؟ نعم قبل تدخل يعني في سوره الفاتحه. واضح. حياك الله حياك الله. الاخت ما جاءت تفهم سؤالي، اقطع التليفون خليها جاوب. شوفي بابا، بعض النساء أو بعض الناس يقرون تكبيرة، عفوا يقرون الإقامة الله أكبر الله أكبر شلون لا إله إلا الله شلون لا إله إلا الله شلون محمد رسول الله إلى أن قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعتبرون هم يعتبرون هذه الله أكبر الله أكبر، من يقول قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر يعتبر هذه هي تكبيرة، هو يعتبرها هي تكبيرة. إذا كان هيتشي يعتبرها تكبيرة فصلاته صحيحة. ليش؟ إن اشتباه بالتطبيق، يعني اشتباه بالممارسة. أما إذا كان لا أصلا هذا إقامة، أنا ما تكبيرة إحرام ما عندي تكبيرة إحرام، أصلا لا أنوي تكبيرة إحرام ولا أدري بتكبيرة إحرام ولا أعرف تكبيرة إحرام، هنا أنا صلاته باطلة، لازم أن يعيدها يقضيها. نعم أبو حسين تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد امرأة تقول من كنت طفلة يعني بسن التكليف من بلغت كنت أصوم يوم وأفطر يوم، بس ما كنت أعرف أنه عليه كفارة بني، فهسا قضيتين وقد يكون ما عندي فلوس هسا كفارة، بس أنا من كنت أفطر ما أعتقد أنه عليه كفارة. واضح، يعني كانت تفطر تدري إفطارة حرام بس ما كانت تصار. نعم. وراء كفارة. نعم هذا السؤال الأول سيدي. بني السؤال الثاني سيدني. أي نعم تفضل. هل يجوز استخدام زيت الحي بالشعر بالجسم؟ هل بيشكال بالصلاة ما بيشكال؟ استخدام شنو؟ زيت الحي. زيت الحي. زيت جلد الحي. واضح. حياك الله. أبو علي تفضل. نعم أبو علي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا هل يجوز المرأة أن تقرأ يعني شربة الرحم؟ مثلا اثنين ثلاثة. صوت غير واضح. يعني سيدنا العزيز هل يجوز مثلا المرأة اثنين ثلاثة وبعد ما تغير أطفال هل يجوز بها شربة الرحم؟ إذا امرأة عندها أطفال ولا ما تريد أطفال تقدر تشيل رحمها؟ أي نعم يا سيدنا. قلع الرحم. حياك نعم الله سيدنا. هذه مكبرة. أحسنت جزاك الله خير. هذا طفية أخ علي صوت مزعج. بلي وين وصلنا مع البلي مع زهراء أنه صلاته بدون تكبيرة حرام جاوبناها. أبو حسين يقول امرأة منذ البلوغ
كانت تصوم يوما، يعني أيام صغرها بداية بلوغها كانت تصوم يوم وتفطر يوم، بس ما كانت تدري اللي يفطر في شهر رمضان عليه كفارة، هذه ما كانت تدري عنها. الفقهاء يا أخ أبو حسين، الفقهاء يقولوا علمك بوجود الكفارة وعدم علمك ما يأثر عليك كفارة، سواء علمت أنه كفارة أو ماكو كفارة. وبعض الناس يقول إحنا شيء نفطر بس ما ندري أكو كفارة، تدري أو ما تدري عليك كفارة، جهلك بالحكم لا يعني أنه ماكو حكم، فالحكم عليك ثابت. من أفطر متعمدا أو أفطر بدون عذر عليه قضاء وكفارة سواء علم بذلك أو لم يعلم. واضح؟ تقول ما عندي، الشارع المقدس يقول، الشارع المقدس الإسلام العزيز يقول عليه كفارة بمقدار ما يمكن له أن يدفع. اللي تقدر عليه أن تدفع من الكفارة لابد أن تدفع، اللي تقدر عليه ولو كفارة يوم واحد، ولو كفارة يوم واحد، ولو كفارة يومين، بمقدار اللي تقدر تدفعه لازم تدفعه. أما تقول لا والله ولا يوم عندي، تستغفر الله، تستغفر الله إذا كانت عاجزة عن دفع الكفارة. أبو حسين يقول استخدام زيت الحية ما في إشكال، ما في إشكال على حال ليس نجسا، ليس نجسا ويجوز الإنسان أن يستخدمه ولا إشكال في ذلك. أبو علي يقول أنه فتاة امرأة عندها أولاد كافين يعني وتريد ترفع رحمها. إخواني، رفع الرحم وقلع الرحم والعقم المؤبد، يعني أن تغلق الأنابيب حتى لا يصير طفل، الفقهاء يقولوا لا يجوز ذلك إن كان عقما مؤبدا. أن الإنسان يجعل نفسه عقيم مؤبد هذا ما يجوز. الفقهاء يقول لا يجوز الإنسان أن يعقم نفسه مؤبدا. نعم مؤقتا ما في إشكال، هاي واحد يشرب حبوب ما أدري ضد كذا ضد الحمل، هذا ما في مشكلة مؤقتا، بس أما أنه يغلق الأنابيب أو يشيل الرحم بدون عذر لا يجوز. أما إذا كان لا، تقول أنه أنا هذا الرحم في الواقع مأذيني نزيف دائما ومشاكل وكذا، هذا يصير بعد عذر، عذر طبي يجوز لها أن ترفع رحمها. أما أنه ترفع رحمها حتى تعقم نفسها بشكل مؤبد لا، على حال يفتي العلماء بحرمته كما يذكر بعض فقهائنا. نعم، عندي اتصال لو انتهى الوقت، انتهى الوقت. اخواني الاعزاء، لا اوصيكم بشهر رجب اكثر من هذا الذي ذكرته لكم، اقتربوا الى الله اكثر، رمموا علاقتكم بالله اكثر، ارتبطوا بإمام زماننا وإمام زمان المؤمنين في هذا الوقت أكثر، ارتبطوا به، قووا علاقتكم به، لا تنسوا أحبتكم من المؤمنين، لا تنسوا الشهداء والجرحى والأيتام، ففي الواقع هذه كلها خيرات ومبرات تبقى لكم جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في ظهور إمام زماننا ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه. لا تنسوا والدي، والدتي أيضا تحتاج إلى دعائكم. اللهم شافي كل مريض، اللهم شافي كل موجوع ومألوم، بالخصوص المرضى المنظورين، والدتي الكريمة اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك. لا تنسوني من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.